الأجواء في الحقيقة كانت رائعة وممتعة وبادئة ذي بادئ. نقول عيدكم مبارك وسعيد وكل عام وأنتم بألف خير، ونسأل الله عز وجل أن يدخل هذا العيد علينا باليمن وبالأمان وبالسلامة وبالإسلام وبالتوفيق لما تحب وترضى، ونسأل الله عز وجل أن يجمع فيما بين الإنسانية البشرية إلى ما فيه الخير والصلاح يا رب العالمين. وعلينا أن نفعل المواطنة في هذه البلاد. فالعيد يعني فيه معاني كبيرة جدا، إنسانية اجتماعية دينية ربانية. وهذا العيد في الحقيقة يعني هذه الأمور هي عملية وليست نظرية، وهذه المواطنة وهذا هو الاندماج وهذا هو التعايش، لقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا ما علمه لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يتعايش مع كل الأقوام، مع اليهود مع النصارى مع المجوس، وتعامل مع المنافقين، والحمد لله كل ذلك كان في الحقيقة من أرقى الأمور. فعلي كل شيء بخير، دوزنا العيد مزيان مع العائلة مع الناس حبابنا، وخا ما عندناش هنا العائلة بزاف دوزنا أجواء رائعة. الدراري كيلعبوا فطروا كل شيء كما قلتي، أجواء داز زوينة. أنا جيت هذيك جوية 10:30 لقيت الموسيقى سالت، قلت المهم معليش الأناشيد الدينية، ودوزنا مع العائلة مع الحباب جلسنا معهم فرحنا بحال المغرب. عيدكم مبارك سعيد. الحمد لله قازت الأجواء رمضان في أحسن الظروف، وكان واحد العرس مغربي 100%. هذا العرس المغربي اللي كيجعلنا كنتفكروا بحالي بأن احنا في البلاد، والتلاحم المسلمين وغير المسلمين اللي كانوا موجودين في هذا الحفل الكريم اللي كيعبر على التعايش والتضامن والأخوة بين المسلمين وبين غير المسلمين. الحمد لله كما شفتوا كانوا معنا معلمين ديال المدارس وجابوا الأطفال ديال المدرسة هنايا، كان واحد الجو عائلي أسري الحمد لله. ونتمنى والله يدوم علينا هاد الحفل وهاد النشاط وهاد الأخوة اللي بيناتنا، ويكون بيناتنا الحمد لله. طلب الله تعالى يتقبل منا الصلاة والصيام ويباركنا في العمر العام المجيد إن شاء الله. وشكرا لكم كثيرا على الطاقم على هاد المبادرة اللي كتقوموا بها، والله يجازيكم بخير وعواش مبروكة، عيدكم مبارك سعيد. الحمد لله ما كنشوفوش شي فرق كبير ما بين بلجيكا، الاحتفال بعيد الفطر في بلجيكا وفي المغرب، يعني نفس الاجواء اللي كنا كنعيشوا في المغرب ملي كنا صغارين، يعني نفس الاجواء اللي كنعيشوها دابا مع وليداتنا الحمد لله. وكلشي داز بخير وعلى خير، اجواء روحانيه دوزناها في رمضان ربانيه، القيام وصلاه التراويح والتهجد. واليوم احنا فرحانين كنقدموا جميع التحيه وكنباركوا العيد لجميع المسلمين ان شاء الله بالصحه والسلامه وطول العمر وراحه البال ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا. C'était bien parce que il y avait des trampolines. Oui. On a joué au football. Oui. On a mangé des trucs. Oui. C'était bien et j'ai aimé. Et t'as fait le ramadan? Non. T'as pas fait le ramadan? J'ai essayé mais c'est dur. C'était dur? Merci. Ok, merci. Oui, c'était l'Eid et tous les gens sont venus à la mosquée. Oui. Tout le monde était fier. Oui. Et c'est bon. Et t'as fait le ramadan cette année? Ouais. Combien de jours t'as fait? Deux semaines. Deux semaines? Mashallah. Shukran. Voilà, mabrouk l'Eid. Comment ça y est? كيفاش كانت الاجواء ديال العيد؟ زوين بزاف مع الاطفال ودارينا هذا الجو زوين، كنحسوا باننا في بلاد فريمون. اكيد دوزتي رمضان مزيان الحمد لله. سي فغي سان بو فاتيكون على حساب لي زور وليكول وهادي، مي فات زوين، يعني واحد الجو فات مخير ومع الحباب. هنا كنحسوا راسنا اننا واخا في الهجره كنحسوا اننا يعني اون فامي فريمون، يعني عطاونا واحد الاحساس العيد، الجو العيد مع وليداتنا كيجيو كيتعرفوا على التقاليد ديالنا وكيعرفوا انهم فوالا العيد شنو هو العيد وشنو اننا يعني يفوتوا جو زوين ممتازه. يعني كان فيه ناس كثير والحمد لله، يعني المنظمين كمان يعني قاموا بالواجب على اكمل وجه، يعني كان كثير من الحلويات والمشروبات، يعني القهوة والشاي والعصير، والأولاد فرحوا، كان في يعني هدايا للأولاد وفي ألعاب للأولاد، يعني كان جو رائع ممتاز الحمد لله. هل جو العيد ولا جو رمضان بيفكرك بنفس العادات في سوريا ولا في هناك اختلاف؟ يعني الاختلاف أنه قبل كنت صغير في سوريا، أما الآن صرت يعني أب، صرت كبير، ولكن يعني هذا يعوض
ما فقدنا في سوريا في الواقع. يعني هذا الجو احنا في سوريا ما يعني عائلة في سوريا، ولكن هنا نحس كلياتنا عائلة واحدة الموجودين. يعني انا لو احسب كم واحد على كم واحد سلمت يمكن يعدوا اكثر من 100. الحمد لله نمشي ونسلم على هذا وسلم، وفي كل مرة عندنا الأجر والثواب الحمد لله. الحمد لله، شكرا لك. الحمد لله كان جو حلو وجميل، وأنا الحمد لله كنت أعاون بال وزعنا الحلويات والبالونات للأطفال، والحمد لله أهم شيء نشوف البسمة على وجههم، و الحمد لله لو أسعدنا الناس هذا الهدف. شكرا لك، عيد مبارك. الله يبارك فيك.